رجعنا من البريك لنتابع القسم الثاني من حلقتنا لليوم، ومعنا اثنين من الرابحين. الاول عن اندر كارد فايت، وهو طبعا مارك تانيوس. مساء الخير مارك. مساء النور. والثاني كان جورجس دانهو، كمان احد الرابحين اليوم. رح نبدا مع مارك. كيفك جورجس بدايه؟ شكرا. كنت ماشي الحال. مارك، خبرنا عن هالفايت. هالفايت كانت صراحة بتخوف. ما في حدا ما كان جدا متفاجئ بين الجمهور، المعلقين، الكل. تبعت خطة اللعب، شو عملت على المظبوط الليل؟ هلا كان الجيم بلان مثل ما اتطبقنا على بقلب الكيج. التحضير كان من كل شيء منوع. عنا بتراي ستارز يعني اكاديمي فول، من رسلينج لبي جي جي لكيك بوكس لبوكسينج، وعم نتحضر كل يوم، كل يوم تمرين كبروفيشنال عم نشتغل عايشي. فالجيم بلان انه توقعت انه بتطول شوي اكتر يعني، بس لسوء الحظ خلصت بسرعة، ما قدرت فرجيكم بعد يعني. بتصور انه ما كان في حدا متوقع بداية هالقد اجريسف يعني. صح. صرنا انه روق عليه شوي. قد ما فيني يعني عملت، بس ما قدرت فرجيكم اكتر من هيك. لا يعطيك على العافية. عملت انوف. شكرا. مارك، هلا هذا ثاني فوز لك بالديزرت فورس. صحيح. ولحد هلا الوزن اللي انت فيه اللي وزن 120 ما في بطل حامل الدرع. هل تطمح كمارك تانيوس انه تكفي لتلعب على لقب او على درع البطوله؟ اكيد. انا يعني انا اول هيفي ويت عنده 2 وينز بالديزرت فورس، وان شاء الله الثالث يكون على التايتل. فهلا هيفي ويت تاخذ 2 فايتس، انا بتحدى يعني انه بلعب مع مين مكان للتايتل. المستويات اللي شفتها اليوم كمستوى غير الفايت اللي لعبته انت كمارك تانيوس، شو رايك بالمستوى العام للبطوله اللي المره هاي؟ انا بحب اشكر ميرزا وديزرت فورس، يعني كان جمهور والان يعني هذا عصر الجلاديترز ذس سنشري يعني. فكل مره عم تصير احسن من قبل يعني. والبحرين اليوم جمهور الاردني يعني كان مفول ولعها. 100%. كان عندك منيح سبورترز من الجمهور الاردني اليوم، لاحظت؟ كثير ناس يعني ما بعرف، وحتى الناس يمكن ما كانوا بيعرفوك من قبل، من بعد ما شافوا هالمواجهه غيروا رايهم. خبرنا شوي عن خصمك كنت متوقع انه هيك يصير معه، او كنت متوقعه يكون اقوى، او شو كانت نقاط ضعفه؟ هلا انا باخذ كل شيء للاكستريم، اذا كان كثير قوي وهذا بتحضر على الاكستريم. بس بسوء الحظ يعني عمل اللي فيه يعمله، ما قدر طبق شيء، وانا بحترمه وكل شيء يعني، بس الشغل اللي عملته اتس بزنس. الهجوم اللي عندك فاجأ الياس بعقليني، يعني كنا شفنا انه انت فاجأت الياس بعقليني بالهجوم اللي هو ممكن شل تفكير الياس. صحيح. عن الهجوم وفزت انت بالجوله الاولى بالضربه الفنيه القاضيه. شكرا. رح ننتقل شوي لعند جرجس. مساء الخير ومبروك. شكرا. اول شكرا. اول مره بتشارك بديزرت فورس، ومثل ما شفنا كلنا من اول مره دغري برهنت حالك، قدرت تثبت لكل المشاهدين اللي اول مره بيشوفوك انه أدى وربحت. خبرنا شوي عن هالتجربه بديزرت فورس. هاي التجربه كانت لي، انا دربت كثير بالالمانيا، مرتين باليوم الصبح وبالليل. بالصبح سويت كثير كارديو تريننج، بالليل تكنيكال سبارينج سترايكينج كومبليت ام ام اي سويت، ودربت 10 شهور وانت اجالي هاي الفرصه وانت سويتها. وخبرنا شوي عن الفايت الليلي، شو اللي صار معك وكيف قدرت تتغلب على خصمك؟ الفايت الجيم بلاي كان هيك، انا بسوي معه سترايكينج على الارض على كل شيء، وانت اعطاني هاي الفرصه، اخذت هاي الفرصه منه وانت جبته على الارض وانت سويته معي. طيب. كرولن بوند. هل شفت قبل هيك فايتات لمحمد او ما ابدا ما شفته شيء؟ شفته فايتين بالانترنت شفته فيه، وانت كنت متوقع انها تنهي من الجوله الاولى من الفيرست راوند؟ يا كان اول فرصه لي، وانت انا فكرتك انا سويتها خلصتها. طيب انت كلاعب عربي عايش بالبانيا بتلعب باوروبا، شفت اليوم المستويات،
عجبتك المستويات الشباب العربي التانيين اللي شفتهم بالفايتات؟ كثير كويسين قبادة وانت هوندا سار فورس كثير كويسة اللي بألمانيا لعبته وألمانيا الناس ما بده يلعب معي والمدير تبعي شافوا منك؟ ما بعرف بس ما بدهم يلعبوا معي والمدير تبعي أعطاني هاي الفرصة وانت شكرا على ديسا فورست أعطاني هاي الفرصة شكرا. يعني بيناتنا انا اليوم من عارفه كيف قاعده بيناتكم والله لكن بنرجع ننتقل شوي لعندك مارك، خبرني كيف لقيت جرجس اليوم كمقاتل جديد بديزرت فورس؟ ملا عليه ماونتن كل معنى الكلمه و فيري نايس فيري نايس فايت. وحابب يكون خصمك باي فايت مقبله؟ انا قلت لكم يعني هاي الهيفي ويت اخذ 2 وينز انا بتحدى مين ما كان because I'm the only heavyweight اخذ 2 wins بالديزرت فورس فا any heavyweight contestant انه take the 2 wins I'm ready to challenge. يعني نستنى لجرجس ياخذ فايت ثاني يفوز فيها وممكن نشوفك انت وجرجس بعد التايتل. صح، شو رايك جرجس؟ ان شاء الله. على كل حال نحن استمتعنا جدا بالفايتس اللي قمتوا فيهم اثنيناتهم الليله، الف مبروك لكم. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ثاني وبنرجع بنتابع هالحلقه الخاصه من ديزرت فورس.